فكي الزرق سويت واحد وما طلع شيء. شوف الحين شرط لنا الدون ميسي، ما ادري في ميسي اصلا ولا لا، بس توقع فيه. بسم الله يا رب يا كريم، مع ان الاول ما طلع شيء 83، فان شاء الله هالباكج يطلع فيه احد. هزار. السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم تفتيح باكيجات الشامبيونز، فبسم الله خلونا نبدا. طبعا الشامبيونز ما لعبته كله، كان باقي لي 9 مباريات تقريبا، وكنت فايز 11 فما كملته لان عندي اختبارات، يعني هذا اللي ما يخليني اصلا انزل كثير. كنت لاعب درافت من قبل، طلع لي هاندانوفيتش في باكيج 5000 زي كذا وبعته، والحين معي 30000 كوينز، وطلع لي حتى اللاعب الازرق هذا، ما ادري كم يسوى صراحه، لكن 1400 حلو. طيب عندنا باكيجات حق الديفجن رايفلز، وعندنا الباكيجات حقت الشامبيونز، فراح ناخذ الباكيجات اللي تنباع عشان يطلع لنا الليجند يعني عادي. فبسم الله. اوه الرتبه الثالثه، انا على بالي انه باخذ رتبه افضل من كذا، لكن ما عليه. هنا اتوقع ان سيلفر 1، يب كان باقي لي شوي على الجولد 3 اللي هي 3 مباريات فوز، بس ما مداني العب والله. بسم الله خلونا نبدا. ليتني ما اخترت. اوه حلو حلو، هذا كان كام وصار سي ام، والله حلو مره انه طلع لي، اقسم بالله حلو، يعني لاعب كويس والله كويس، يعني سمر ماني ماخذه ابدا، لكن الحمد لله طلع لي لاعب الحمد لله. اوكي اول لاعب، ما عندي لاعب ثاني بدي اختاره. اوه معنا 50000 حلو. طيب خمس باكيجات يا حبيبي. طيب خلونا الحين الشيء اللي ما سويناه قبل شوي، اللي هو نشوف تشكيله الاسبوع اللي فيها لوكاكو، فيها ديونغ او ديليخت مثل ما تشوفون هنا، فيها لوكاكو، فيها فيرنر، والله يعني هو اللي مو بفار مره قوي، فما بالك هذا هازارد حق دورتموند، والله طاقته رهيبه مره رهيبه قسم بالله، كل شيء 80 تقريبا ما عدا الدفاع والجسم. في وولكر اللي ليته يطلع لي والله، الباقيين سيئين، فالحمد لله طلع لي تقريبا من افضل 6 لعيبه او 5 لعيبه طلع لي افضل لاعب منهم، الحمد لله راضي راضي من ناحيه الحمر. فنروح على الباكيجات، لان الباكيجات هذه ما قد طلع لي فيها احد ابد. فبسم الله نبدا على الباكيج الاول كالعاده، يعني ما نعرف الورك اوت ذا. اي صح الاسبوع اللي راح صورت وكان المقطع خربان، وطلع لي ما ادري مين ورك اوت طلع لي، لكن يعتبر كويس يعني، ما ادري وين طلع لي والله، كلهم ما يسوون، لكن بنحفظهم كله في النادي عشان تحديات قاعد تطلع، تحديات كثير مره، فلا تبيع اللعيبه اذا كنت مو محتاج الكوينز. وبسم الله الباكج اللي بعده، يا رب يا كريم يا رب. خلينا نشرب شاي ونروق، ترويقتنا ما نفعت 76، يا ساتر هذا وانا بروق، حلو يا حظي. الحظ معدوم مع الباكجات هذه، لكن الباكجات اللي بعدها ان شاء الله انه يفرق معنا الوضع. وبسم الله اتوقع ان وكاوت او شاشات فرنسي اش تي. يا شيخ يا شيخ، اخيس واحد اخيس واحد، يقرأ من حاله يا عيال، قسم بالله منقهر والله قهر. ازرق حلو حلو، بس انه ما يسوى من قال، الله ياخذ ليسه. فالباكج اللي بعده ان شاء الله يطلع في شيء. هذا ايش هذا؟ كنا اسود، لا والله خسود والله. مارك سلونسو يا ويلكم ربي. طيب انزونزي، طبعا الزرق ما يسوون ابدا، يعني هذا 1000 لو بدلوه بانفورم اوكي 10000 كوينز، اما ذا 1000 كوينز نفس السعر العادي، ما يفرق الا 200 اتوقع، كله عشان تحدي. هاي شاشات ولا اوكي اوكي فرتوغن، حلو حلو والله العظيم، افضل السيئين افضل باكج الحمد لله يعني. طاقه 87 يا عيال، طاقه 87 الحمد لله يا رب. معكم بني حلو حلو حلو، كم يسوى ولا والله يا هو نزل اذكره ب 40، خلينا نبيع ب 14250 وان شاء الله ينباع على طول. طبعا جبنا ليجند للي ما يدري، يعني مثل ما تشوفون هنا طلع لي بنيدر، هذا ما صورته في مقطع، صورته في مقطع والله بس خرب، وجبت كوارديولا من التحديات حقت الليجند البديل، وجبت كانسيلو، وجبت سانشيز، ضبط تشكيله صراحه. في كم عنصر باقي يعني، والله ودي بفرنسيين كثير، لكن الحمد لله يعني انا اشوفها تشكيله كويسه. طيب الحين في حساب ثاني، حساب فهد،
راح ناخذ الباكيجات. قلت له يعني قلت ايش تبغى اخذ زي كذا، قال خذ اللي تبغاه، فباخذ باكيجات في النص عشان لو طلع له واحد يسوى ما نتحسف. وعندنا هنا مثل ما قلنا في تشكيله اسبوع فيها لوكاكو، فيها لعيبه كثير بس افضلهم لوكاكو تقريبا. وبسم الله خلونا نبدا. اول لاعب حلو لويس ألفاريزو، حلو والله، حلو مره بعد. فباخذ اعلى ريتنج بسم الله. الباكي الثاني ابراهام، ما توقع لاعب اصلا، ما توقع لاعب اي واحد منهم، لكن حلو والله. طيب خلنا ناخذ الباكيجات هذه ويا رب يطلع لنا احد منها ان شاء الله. بسم الله، 7 باكيجات، لو ما طلع شيء ما نفتح الفهد ابد، ما يفتح الفهد ابد. لكن انا متفائل باذن الله، باذن الله انه يطلع لاعب كويس، ان شاء الله يطلع هنا احد. اوكي هذا مو بشاشات ولا شيء. ما يصفى. اوكي والله باكيجات كثير، فحرام انها تروح على الفاضي. في باكيجين كانوا باكيجات الاسبوع حقت فيفا، باكيجات كثير. في ديفيجن رايفلز في باكيجات ما طلع لي احد. فيفيان ومدري ايش اسمه، كلها لعيبه بس ما يسوون، ولا احد يسوى. الباكيج الضخم، الباكيج الخرافي، مو افضل واحد، في باكيج بعد افضل منه، لكن هذا الباكيج خرافي يعتبر. بسم الله. شاشات ايطالي اس تي ايموبولي، حلو والله، حلو مره. 86 ووك اوت فهد، خلاص طلعت لك ووك اوت، ما عاد ابغى شيء. اوه مع انفورم، حلو. كم يسوى حق كويكسل. طيب نرفع هذا فوق، ايموبولي ما يسوى، حلو والله، توقعت انه اقل بس حلو. 12 10. طيب خلينا نرفع فوق والباقي نحفظهم. في عوار هذا مدري ايش اسمه، خله مزايده. كم مره قلت حلو ما ادري، بس والله العظيم يعني ما توقعت وكاوت من ثاني باكج، ما توقعت، او ثالث باكج. اللي بعده هذا شاشات توقع، الماني ار ام، مين؟ كنابري، حلو. والله لا 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 بأس، لا بأس الباكيجات، والله لا بأس. اوكي جيرود وعنده قنابري. طيب نبي احفظ كل لعيبه، قنابري كم يسوى نبيعه. اوف والله ما يسوى شيء، ما نسوي ولا شيء ولا نتفلسف. الباقيين كويكسل، ونروح على الباكيج اللي بعده. يا رب يا كريم، يا رب يا كريم. انا شوفه متفائل مرة، بس طلع لي وكاوت حسيت ان الوضع كويس، لان اعرف حظي انه سيء مرة. هذا كنا وكاوت. اوكي حلو، بيانيتش يا رب انه يسوى، انا ما ادري كم يسوى. وكاوت هذا اللي نبغاه، بس هذا اللي نبغاه. طيب اوه انفورم وبيانيتش، حلو والله، والله شيء جامد. لا و 13000 يا لبي يا شيخ، والله حظي في اي دي ما يجي كذا، والله صدق يعني. اوكي فهد 2 ووك اوت و2 انفور، اتوقع اني خلاص اديت امانتي يعني. والله العظيم ما توقعت الاشياء هذه اللي طلعت. هذا اتوقع انه شاشات او لا، مو شيء، سيء للغايه. انا بحفظ كل لعيبه طبعا، فهد اللي يتحكم فيها مسوي اللي يبغاه. اخر باكج بسم الله، يا رب يا كريم يا رب. هذا مو بشاشات بعد، اختريان لا بأس، لا بأس صراحة. وازرق معه، مع ان الازرق يعني ما يسوى، لكن ازرق. اختريان كم يسوى؟ ما يسوى شيء، حلو حلوين. طيب ما اننا ضبطنا فهد شوي يعني من ناحية اللعيبة وزي كذا، باكيج الزرق سويت واحد وما طلع لي شيء، فنشوف الحين ان شاء الله طلعنا الدون ميسي. ما ادري في ميسي اصلا ولا لا، بس اتوقع فيه. بسم الله يا رب يا كريم، مع ان الاول ما طلع شيء 83، فان شاء الله هالباكج يطلع فيه احد. هزار الله يا شيخ يا عمري. يا عمري يا شيخ، صحنا ما ينباع، بس الحمد لله، الحمد لله يا شيخ، الحمد لله. بسم الله يا رب يا رب، مع احد. اوه جميل، اوكي هازارد
هازارد هازارد الله 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 الحمد لله يا رب الحمد لله. على طول جيب حط ودي حوش والله الحين يستاهل تحدي الحين يستاهل قبل والله ما يستاهل ما طلع لي 83 واستخدمته في التحدي. الحمد لله يا رب الحمد لله الحمد لله بسم الله العظيم يا ساتر يا عمري يا شيخ هازارد بدل ما نروح نشتريه مدري ايش وازرق يا عمري ازرق ازرق يا عمري. لا تنسوا زر لايك اذا عجبكم مقطع راح انزل اكثر اذا تبون اكتبون تحت الكومنتات وخلنا نشوف دعمكم اذا في لايكات اكثر لازم ننزل مقاطع اكثر من فيفا. فعموما بس هذا كان عندي اشوفكم على خير سلام.